ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة البريطانية لندن الطبيب الاستشاري والمستشار السابق في وزارة الصحة العراقية الدكتور عبد الأمير مختار. أهلا بك دكتور معنا في مساء العراق. إذن مسؤولية من ما يحدث من فوضى بيع العقاقير الطبية في العراق؟ حياكم الله والمشاهدين الكرام. الحقيقة المسؤولية أكيد هي مسؤولية الدرجة الأولى وزارة الصحة والحكومة بصورة عامة، زائدا المهنة. يعني هنالك دور لنقابة الأطباء ونقابة الصيادلة ووزارة الداخلية، ومن المؤكد أنه الذي يقود هذه العملية يشرف عليها يطالب بدعم الآخرين هي الحكومة العراقية ووزارة الصحة بالذات. طيب هل تابعت أي إجراءات ربما تكون متابعات لجان مختصة تتابع هؤلاء الذين أصبحوا أشبه بالمافيا التي تتاجر بأرواح الناس من خلال هذه العقاقير؟ نعم، يعني للأسف المشكلة معقدة ومركبة. خلينا نقول قلة وجود الدواء المستورد الرسمي والمفحوص والمقر من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والأطباء قليلة، فبالتالي سيجد الدواء المخشوش طريقه إلى المواطن، سواء عن طريق مذاخر أدوية متجاوزة أو صيدليات تتجاوز أو البائع اللي يفرش الأرض ويبيع الأدوية أو المحلات. طيب أين دور الرقابة واللجان المسؤولة عن هذه القضية؟ هنالك لجان أكيد، واللجان نفسها تتعرض لضغوطات وإغراءات وتجاوزات. هناك سيستم، بدون أن يكون السيستم متكامل وصحيح لا تتمكن لا وزارة الصحة ولا الداخلية من ضبط هاي الخطأ. السيستم خطأ يحتاج لتصحيح، زائدا الجهات الرقابية متعاونة ومتكاملة. نحن نجد ذلك مع الأسف صراع في فترة ما كان بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة، من يشرف على تسعير الدواء، من كذا. كذلك الدواء المفحوص، الدواء المفحوص الموجود في الأسواق قليلة حتى اللي يدخل إلى وزارة الصحة. طيب. هنالك نقص في الأدوية المفحوصة، يعني المقررة رسميا أنه هي أدوية صحيحة، سواء كان من تواريخ الإنتاج النفاذ أو من المنشأ كذلك ودقتها. دكتور بصفتك مستشارا سابقا في يعني الوزارة، وزارة الصحة تحديدا، يعني ما هي الإجراءات العملية التي يمكن تطبيقها للحد من هذه الظاهرة؟ على وزارة الصحة أن تضع سيستم منطقي معقول وواقعي. لحد فترة قصيرة السيستم المطروح هو غير واقعي، يعني تقوم وزارة الصحة بفحص الأدوية جميعها، هذا غير ممكن. لم تتمكن وزارة الصحة على الأقل من 2003 لحد الآن أن تقوم بفحص جميع الأدوية، فبالتالي إذا الأدوية ما مفحوصة كيف المستشفى تشتري الدواء؟ تشتري دواء غير مفحوص ممنوع. طيب ليش فحص يجب أن يتم في العراق؟ شنو المشكلة إذا أقر دواء سواء كان جيد المنشأ، وهذه أقر مؤخرا، أقررنا أنه الدواء من شركة رصينة ممكن يكون غير مفحوص، هنالك أدوية محددة، ولكن لماذا لا تطلق هذه إلى درجة أكثر بأن تكون الفحص يتم في مؤسسات مثل الدول المقر في الأردن أو في الإمارات أو في الكويت أو في تركيا أو في إيران؟ هل هناك جهات داخل الوزارة تتعمد عرقلة هذه الخطوة برأيك؟ أنا أعتقد هنالك أصابع سواء داخل الوزارة أو من يضغط عليها من خارج الوزارة، ابتزازا رشوة أو ضغوطا سياسية وغيرها، بحيث يعرقل عمل وزارة الصحة، وهذه هي المشكلة الأولى التي نواجهها منذ على الأقل 2003. واضح. من العاصمة البريطانية لندن كان معنا الطبيب الاستشاري والمستشار السابق في وزارة الصحة العراقية الدكتور عبد الأمير مختار، شكرا جزيلا لوجودك معنا.